سألك روبرت، شكرا لك. بالرغم من الانفصال يلي كانت اسبابه مباشره وشخصيه بين الاعلامي توني بارود وملكه جمال لبنان السابقه كريستينا صوايا، يبدو انه عيد ميلاد بنتهم ديا ماريا رجع جمع النجمين مع بعض من جديد. صحيح، فهذه المرة الثانية اللي بيجتمع فيها الثنائي من بعد عيد الميلاد، خاصة انه نعتبروا انه هالانفصال ما لازم يأثر على علاقتهم واهتمامهم بالاولاد يلي ما لازم يكونوا ضحية قرار هن اتخذوه. بالنهاية 10 سنين من الزواج، طفلين الله يخلي لهم اياهم، اكيد كمان ما بيروحوا بغمضة عين الا اذا كانوا ظهورهم بس كرمال الصورة. يعني أنا ما بعتقد وسام، هن ناس واعيين ومدركين شو أنه أحسس أولادهم، وبتعرف أنا عندي أولاد وبعرف وبقدر أحساس إن كان كريستينا أو توني بارود. على كل حال هيدا قرارهم وهن، وهيدا أمور شخصية هن حرين فيها طبعا، وما حدا بينام عم خديت حدا، بس نحن على طول بنتمنى لهم الخير ولعائلتهم الخير. يا رب يا رب. سيرين عبد النور.